إن معهد دسمان للسكري ومنذ إنشائه يهدف إلى مد جسور التعاون وتبادل الخبرات الاستراتيجية مع عدة جهات ذات صلة بمكافحة داء السكري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة، واستكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها معهد دسمان للسكري على المستوى المحلي والإقليمي، احتفل المعهد بتخريج دفعة جديدة من طلبة جامعة دندي الإسكتلندية في تخصصات الرعاية والتحكم بمرض السكري. اليوم خرجنا الدفعة السادسة أطباء في الماجستير والدكتوراه في مرض السكر من جامعة دندي في اسكتلندا. مثل ما تعرفون مرض السكر شبه وباء في الكويت وجدا خطر، ولذلك احنا كمركز دسمان اهتمينا كثير في تخرج هذه الدكاترة من جامعة دندي. هذا ويواصل معهد دسمان للسكري تقديم رسالته الطبية في زيادة الوعي العام حول مرض السكري والأمراض المصاحبة له عبر الحملات التوعوية والصحية على مدار العام، تتويجاً لسنوات من الإخلاص والتفاني في طلب العلم والمعرفة. يأتي هذا الحفل تكريماً للخريجين على ما قدموه خلال دراستهم، ويواصل الاجتهاد في مسيرة التنمية لدولة الكويت.